نرى إلى الآن من المسلمين من يستغيث بغير الله، ومن يتوسل بغير الله، ومن يدعو غير الله. وأنا في ضحى هذا اليوم أو أمس الله أعلم كنت أفكر في هذه القضية تفكيرا، لا أريد أن أقول شرعيا علميا مبنيا على الدليل والدليل الآخر والاختلاف في الحجج والمفاهيم، ولكن فكرت في ذلك تفكيرا كما يقولون سهلا ويسيرا وبسيطا. قلت هذا الذي يدعونه من دون الله مات مريضا أو فقيرا أو ضعيفا، يطلبون منه ما لا يقدر عليه لنفسه، فكيف يعطيه غيره أو يؤديه إلى سواه؟ هذه وحدها تكفي. لذلك عندما نقول الدعاء والعبادة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صرف هذه العبادة لغير الله باب من أبواب الشرك. الدعاء، دعاء غير الله، أو الاستغاثة بغير الله، أو طلب المدد من دون الله. ومع ذلك نبين حتى لا يساء الفهم، ونحن في هذا الزمان زمان إساءة الفهم إلا ما رحم الله. وصفنا لفعل ما بأنه شرك لا يلزم أن يكون الفاعل مشركا. وهذه قضية لعلي من غير مبالغة أكررها في الدروس، لا أريد أقول آلاف المرات، ولكن أقول مئات وعشرات المرات. لذلك الحكم على الفعل من حيث نوعه لا يلزم منه تنزيل الحكم على الفاعل من حيث عينه، هذه واحدة. الثانية أن هنالك خلطا بين التوسل والاستغاثة. التوسل هو دعاء الله بجاه أو بركة أو حق بعض من أنبيائه أو أوليائه، وهذا من حيث هو مسألة خلافية بين أهل العلم. ولا نقول مسألة خلافية لنموت البحث، ولكن نقول ذلك لنبينه. ففرق بين مسألة الخلاف العلمي فيها قائم ومحترم ومعتبر، ومسألة الخلاف فيها غير موجود، فهذا خلاف غير معتبر إذا وجد أو ادعي. لكن نبه العلماء أن ثمة صورة قد يكون فيها التوسل شركا أو بابا إلى الشرك، وهي الصورة التي يقع فيها تشبيه الله بخلقه. فيقول القائل كما أننا لا نستطيع أن ندخل على الأمراء والسلاطين والملوك إلا بواسطة الحجاب ومدراء المكاتب والسكرتارية والوسائط، كذلك لا نستطيع الدخول على الله أو دعاء الله إلا بواسطة الأنبياء أو الصديقين أو الأولياء. إذا جاء التفكير على هذا النحو فهذا شرك أو باب من الشرك. ولأهل العلم في ذلك فائدة لطيفة جدا، يقولون وردت آيات كثيرة في كتاب الله، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، هكذا. وفي كل آية قل، يسألونك قل، يسألونك قل، إلا في آية العبودية والألوهية. وإذا سألك عبادي عني، هل فيها قل؟ ليس فيها قل، فإني الجواب مباشر من رب العالمين، لأن الدعاء مباشر لرب العالمين والاستجابة من الله عز وجل والدعاء لله. فلا يجوز البتة أن يصرف أي دعاء لغير الله سبحانه وتعالى.
أما التوسل فقد قلناه وبينا حكمه، فلا يجوز الخلط بينه وبين الاستغاثة. مع أنني أقول وللأسف ليس فقط بين العامة، حتى بين بعض الخاصة هنالك خلط قبيح جدا بين التوسل والاستغاثة. فكثيرون ممن يجيزون الاستغاثة بغير الله إذا نقلوا الخلاف يقولون الخلاف موجود في التوسل، ويقصدون ماذا؟ الاستغاثة. وهذا خلط قبيح ولا يجوز بأي حال الأحوال، فهما إذن مسألتان متغايرتان صورة ووصفا وحالا وحكما، والخلط بينهما إما سلبا أو إيجابا كل ذلك غير جائز، كل ذلك غير جائز.